My interest has always been children and young people. من 25 سنة بادرت هذه الملكة الإنسانة على تأسيس منتور العالمية. لقد انطلقت مهمة منتور العربية من قيم راسخة. إذا نقوم في المؤسسة بتعزيز دور ريادة الأعمال والابتكار والرياضة والفن كسبل وقائية فعالة أثبتت نجاحها عالمياً وأثرها الإيجابي على حياة مئات الآلاف. تقاس الأمم بقوة شبابها. أهم انفستمنت بنعمله بحياتنا هو شبابنا. كل المؤسسات التي أسسناها أخذت سنتين إلى ثلاثة من التحضير، لأن في سبيل أي مؤسسة أن تترسخ وتستمر عندك مستويات من العمل كبيرة جدا. أكيد منتور العربية بال 2004 كانت مجرد فكرة، وكان التحدي الكبير إنه هل ممكن فكرة من هذا النوع تمشي في العالم العربي؟ برامجنا بالمؤسسة مبنية على الأدلة العلمية، وبينت التجارب إنها برامج ناجحة بكافة الدول العالم. مؤسسة ومنتشرة في كل البلدان العربية لتمكين الشباب. ومنتور إضافة إلى عمل داود لي أيضا خلية محل. منتور بيقوم بدور مهم جدا في دعم الشباب ودعم مسيرتهم في الطريق الصح. I'm going to be a part of لجنة الحكم في رابع إديشن للمسابقة تبع الأفلام للشباب مع منتور أرابيا، فكتير مبسوطة بهذا الشيء، وكتير مهم أن يكون في جمعية عم تدعم شباب. كل شيء بيقدر يساعد اليوس وإن بعدوا عن كل شيء مش منيح ويخليهم يكون عندهم أمل. أنا أقول غيرت لي حياتي، غيرت لي كل شيء. بتمنى منتور توصل لكل بيت بالمجتمع العربي. الجمعية التي تقوم بالتدريب وتأهيل المواطنين لها الأفضلية في الدعم، لأنه مثل ما يقول المثل الصيني، علم الناس كيف يصطادون السمكة ولا تعطيهم السمكة هكذا يأكلوها.